إنها الخامسة عصرا في الرياض، معكم صهيب شراير وإليكم أبرز عناوين الخامسة. دهس على أبواب جليلوت، 6 قتلى والإصابات بالعشرات. أوامر إخلاء عاجلة من الجيش الإسرائيلي لسكان 14 قرية لبنانية. في السباق الرئاسي الأمريكي أيضا نتابع العين على انتخابات أمريكا، الأرقام تتكشف، تقارب بين المرشحين. مساء الخير. قاعدة جليلوت في تل أبيب هدف قديم جديد لعمليات حزب الله خلال التصعيد الأخير، كونها تضم المهام والوحدات الاستخباراتية الإسرائيلية. آخر العمليات قرب هذه القاعدة كانت عملية دهس طالت عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين في جليلوت شمال تل أبيب، بعدما اصطدمت حافلة بمحطة للحافلات بالقرب من قاعدة تابعة لجهاز الموساد الإسرائيلي. وبحسب الشرطة الإسرائيلية فإن حادثة الدهس هاته التي وقعت في منطقة جليلوت في تل أبيب سيتم التعامل معها على أنها هجوم إرهابي، رغم عدم اليقين حول هوية منفذ الهجوم. نحن في موقع الهجوم بمنطقة جليلوت، بقدر ما فهمنا الوضع فقد اصطدمت شاحنة كما ترون خلفي بالحافلة، وتم إجلاء نحو 40 جريحا من مكان الحادث بإصابات متفاوتة. نتعامل مع هذا باعتباره حادثا إرهابيا. هوية الإرهابي لا تزال مجهولة ويبدو أنه من عرب إسرائيل. في الوقت الحالي نحاول مع الشباك معرفة هوية المهاجم وأن نكون على يقين مطلق. أهمية قصوى تحظى بها قاعدة جليلوت فهي العمود الفقري للاستخبارات الإسرائيلية، إذ تضم هذه القاعدة مشاهدين المقر المركزي لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أو ما يعرف باسم أمان، بالإضافة إلى المقر الرئيسي لوحدتي 8200 و9900، أكبر الوحدات في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية. قاعدة جليلوت الإسرائيلية تقع هنا كما تشاهدون في الخريطة في مدينة رامات شارون، الواقعة على بعد كيلومتر ونصف الكيلومتر من تل أبيب، وأكثر من 110 كيلومترات من الحدود اللبنانية، فيما تقدر مساحتها بنحو 250 ألف متر مربع. إلى القدس من هناك معنا مراسل العربية فالح نصير. فالح أهلا بك معنا، هل تبينت دوافع المهاجم في جليلوت؟ صعيب المعلومات هي ذات المعلومات في هذا الحدث. الشرطة الإسرائيلية لم تصدر التقرير النهائي حتى هذه اللحظة إزاء ملابسات وتفاصيل هذا الهجوم الذي وقع في هذا اليوم وهذه العملية التي نفذها فلسطيني أو يحمل الجنسية الإسرائيلية من داخل الخط الأخضر من أراضي عام 48. والرقابة العسكرية الإسرائيلية فرضت حظر نشر
حول تفاصيل وملابسات هذه العملية. لكن قبل قليل قوات الشرطة الإسرائيلية داهمت منزل المنفذ في كولونسوا في المثلث الجنوبي وسط مدينة إسرائيل، وسلمت العائلة تباليغ واستدعتهم للتحقيق للبحث في ملابسات وخلفية هذا الهجوم. لكن ما تزال التحقيقات إذن جارية. فلح عذرا على المقاطعة. كان اليوم هناك ما يشتبه أيضا حالة عدم اليقين هذه في الدوافع، إذا كانت عملية دهس بهدف قومي أم إذا كانت يعني خطأ أو يعني عن طريق فقدان السيطرة. كان هناك عملية أخرى في القدس، ماذا بشأنها أيضا فالح؟ نعم، في تفاصيلها هذه العملية وقعت صهيب عند حيز حزمة شمال شرق مدينة القدس. أطلق الجنود الإسرائيليون النار صوب مركبة فلسطينية وقتلوا السائق بحجة محاولته تنفيذ عملية دهس، ولم يصب أي من الجنود بأذى. لكن تكررت هذه الحوادث في الآونة الأخيرة وفي ذات الموقع وهذه المنطقة، لكن تسجيلات الكاميرات مؤخرا أظهرت أن معظم من قتلوا في تلك المنطقة إما فقدوا السيطرة على المركبة. لكن المقلق في الأمر بأن جنود الجيش الإسرائيلي لا يترددون بالضغط على الزناد وقتل السائقين أو المنفذين بحجة الاشتباه، ليس بحجة تنفيذ الهجوم، بل بحجة الاشتباه، بحجة أن هناك نوايا لتنفيذ عملية دهس. طيب، وإن كان الآن المنفذ إذا كان بدوافع قومية أم لا، هو من عرب الداخل، من عرب 48، وسمعنا تصريحات لإتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي يهدد فيها بترحيل من يقوم بعمليات كهذا داخل الخط الأخضر داخل إسرائيل إلى غزة. ماذا بشأن هذا المسعى فالح؟ يعني بن غفير لا يخفي نواياه صهيب في محاولة منه لسن قانون أو تشريع في الكنيست الإسرائيلية الذي يبدأ أعماله غدا في انطلاق الدورة الشتوية، حيث يحاول بن غفير تمرير مشروع القرار أو القانون الذي يهدف لترحيل عائلات منفذي العمليات من داخل الخط الأخضر وسحب الجنسية الإسرائيلية منهم. هذا إجراء عقابي ورادع يعتبره بن غفير يطال العائلة ويهدد بترحيل العائلات إما إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة، كما يحاول أيضا شرعنة قانون يهدف لقتل منفذي العمليات الذين ينجون بعد تنفيذ مثل هذه العمليات، رغم أنهم يقتلون على الفور بعد وصول القوات الإسرائيلية إلى المكان أو أن يطلق صوبهم أو إزاءهم أحد الإسرائيليين المدنيين المسلحين النار ويردوه قتيلا. فالح نصير فالح، شكرا جزيلا على هذه التحديثات مباشرة من القدس. وفي ذات السياق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه ينتظر نتائج التحقيق في الهجوم الذي وقع في جليلوت صباح اليوم، مؤكدا ملاحقة ما وصفهم بالقتلة ومن أرسلوهم حتى النهاية حسب قوله. نحن ننتظر نتائج نهائية للحادث الذي وقع في جليلوت، وكلنا إصرار وتصميم على المضي في محاربة القتلة ومن أرسلوهم حتى النهاية. معنا من القدس مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي، كيف تقرؤون هذه العملية في جليلوت، وهل تعتقدون أنها في أي سياق يمكن وضعها كذلك مع التصريحات الإسرائيلية التي تتحدث عن انتظار التحقيقات في دوافع المهاجم؟ نعم، التحقيقات ما زالت مستمرة في هذه العملية لفحص إذا كان هذا المنفذ قام بالعملية على الخلفية القومية أو أن كان هناك خطأ إنساني أو خطأ بشري أدى إلى هذا العدد من الجرحى والقتلى. حتى الآن كل الملابسات تشير إلى أن هذا العمل هو عمل فردي
قام به بغض النظر الآن عن الدافع، إذا كان الدافع قومي أمني أو كان الدافع خطأ بشري. لا يوجد هناك أي يعني أي إثباتات أو أي شيء يدل على أن كان هناك تنسيق أو تخطيط للقيام بمثل هذه العملية من جهة معينة داخلية أو خارجية. على الأقل هذا أستاذ مجدي له الأوساط فيما يتعلق بالتحقيق. نتنياهو يقول إنه يحارب على 7 جبهات خارج إسرائيل، يبدو أنه لم يحسب حساب الداخل، داخل الأراضي الإسرائيلية. هل برأيك سنكون أمام موجة أكبر من هذه العمليات؟ كان هناك عملية في حزمة في القدس، ولكن يعتقد أنها ربما كانت عن طريق الخطأ، ولكن هل تعتقد أن هناك عمليات ستجري داخل إسرائيل من الداخل، خاصة أن المنفذ هنا من عرب 48؟ نعم، المنفذ من عرب 48، ولكن أن نذهب لنقول بأن الداخل الإسرائيلي أو عرب إسرائيل سيكونون جبهة، هذا بعيد عن الواقع في هذه المرحلة. عرب إسرائيل لم يكونوا أبداً جبهة ضد دولة إسرائيل أو ضد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أو ضد المؤسسة السياسية الإسرائيلية. نحن نعرف أن عرب إسرائيل لديهم أحزاب داخل الكنيست وتناضل من داخل الكنيست. عرب إسرائيل منذ البداية أخذوا على أنفسهم وتعهدوا بأن يكون نضالهم نضال سلمي، نضال المواطنين داخل الدولة، ويقومون بما يقومون به من ربما يمكن القول هناك تضامن بين عرب إسرائيل وبين سكان غزة والضفة الغربية وفي كل مكان، ولكن عرب إسرائيل لن يكونوا جبهة لإسرائيل. ربما الجبهة ستكون داخلية، يهودية يهودية، إسرائيلية إسرائيلية في الداخل، لأن المعارضات أو المعارضة لنتنياهو تزداد. رأينا اليوم في خلال أحد المراسم التي كانت، كان هناك الكثير من العائلات التكلة الذين دخلوا وصرخوا في وجه نتنياهو عندما كان يلقي كلمة بشكل رسمي في هذا المجال. يبدو أن يعني علينا أن نأخذ الأمور في نصابها. هذه العملية كانت كبيرة من حيث عدد الجرحى والقتلى، وأيضا الآلة التي استعملت، الشاحنة الكبيرة التي استعملت فيها، ولكنها تبقى في إطار العمليات الفردية التي يمكن أن تحدث في كل لحظة في إسرائيل. شكرا بغض النظر عن الدافع. جزيلا مجدي الحلبي، مستشار العربي للشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك من القدس. وإلى جبهة لبنان الآن، حيث أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء عدة بلدات جنوب لبنان. 14 بلدة تلقت إنذارا بضرورة تحرك أهاليها بدعوى أن البقاء فيها سيشكل خطرا على حياة المدنيين، داعيا إلى توجههم جميعا نحو شمال نهر الأولي، مشيرا إلى أن نشاطات حزب الله اللبناني تجبر الجيش الإسرائيلي للتعامل معها بالقوة حسب تعبيره. وقبلها طالت غارة إسرائيلية جديدة الضاحية الجنوبية لبيروت، وتحديدا منطقة الحدث، وذلك بعد تهديد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بقصف أبنية سكنية في منطقتي الحدث وبرج البراجنة. وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن المناطق التي سيتم قصفها تقع قرب منشآت ومصالح تابعة لحزب الله اللبناني. في المقابل أنذر حزب الله سكان أكثر من 20 مستوطنة إسرائيلية بإخلائها فورا، مشددا على أن هذه المستوطنات باتت أهدافا مشروعة له بعدما تحولت إلى قواعد للجيش الإسرائيلي. وبعد الإنذار رصد الجيش الإسرائيلي مسيرتين قادمتين من لبنان واعترضهما فوق مناطق مفتوحة بعد انطلاق صافرات الإنذار في الجليل الغربي والجليل الأعلى. معنا إذن من بيروت إذن جوني فخري. جوني أهلا بك معنا، طبعا أنت صحفية في مكتب العربية في بيروت. جوني، حدثينا عن آخر التحديثات، خاصة بعد إنذار إسرائيل لسكان 14 قرية في الجنوب والطلب منهم الانتقال إلى ما وراء نهر الأولي. نعم، هذه الإنذارات ليست بجديدة، سبق وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات سابقة ولا سيما في مناطق على الشريط الحدودي للاتجاه نحو النهر الأولي في مدينة صيدا، وذلك من ضمن سياسة الإخلاء التي يعتمدها الجيش الإسرائيلي في مناطق في الجنوب كي تمهيدا لعمليات له هناك أو مركزة أكثر.
هذه المناطق هي في القطاع الشرقي، معظمها مناطق حدودية وهي أصلا مناطق خالية، ومعظم سكانها باتوا من النازحين ونزحوا من هذه المناطق عندما بدأت العمليات الإسرائيلية الموسعة في الجنوب اللبناني. نعم، طيب في جديد الغارات والاستهدافات كذلك والمواجهات بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حزب الله، ما الذي تم تسجيله حتى الساعة في هذا اليوم؟ نعم، هذه العمليات في الجنوب مستمرة في مقابل إعلان حزب الله في أكثر من بيان اليوم عن تصديه لعمليات توغل لا سيما في مناطق حدودية وأطلاقه دفعات من الصواريخ باتجاه مناطق في الجليل الأعلى واستهدافه طبعا صباحا لمصنع للمعدات العسكرية في منطقة في مدينة صفد. هذه من ضمن العمليات المتبادلة بين الطرفين لا سيما في المناطق الحدودية، وكما ذكرتم في وقت سابق عن عمليات الإخلاء في المناطق الحدودية التي هي بدورها تشهد اشتباكات وتبادل لإطلاق النار بين الطرفين. ستنضم إلينا الآن، أنوه فقط إلى أننا نتابع هذه الصور المباشرة من بيروت أيضا من الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية وتصاعد أعمدة الدخان. جوني، سأعود إليك لأسألك عن غارات الضاحية أيضا، ولكن تجهز معنا الآن الزميلة ناهد يوسف مباشرة من الجنوب. ناهد، كيف تلقى سكان الضيعة أو القرى 14 الذين أنذروا اليوم بإخلائها والتوجه إلى ما وراء نهر الأولي، وهل هناك حركة نزوح بينهم كثيفة؟ صهيب، معظم هذه البلدات التي أنذرت بهذه الإخلاءات هي شبه خالية من سكانها خصوصا وأن العديد منها هي بلدات حدودية، أما البقية هي بلدات في العمق الجنوبي وكانت تستهدف بشكل شبه يومي، وبالتالي معظم هذه البلدات كانت خالية من سكانها، وبالتالي لا يمكن القول بأن تم تسجيل حركة نزوح جديدة. الغارات مستمرة بإنذارات أو بدون إنذارات على هذه البلدات، وهي كانت تستهدف بشكل شبه يومي، وبالتالي هذه الإنذارات يعني لم تقدم شيئا جديدا لهؤلاء الأهالي الذين بالأساس تركوا هذه البلدات بسبب هذه الاستهدافات اليومية التي تطال بلداتهم وحتى من دون أي إنذارات. اليوم الغارات كانت بالفعل تنقلت بين أكثر من قضاء في جنوب لبنان، العديد من الغارات آخرها كانت على البرج الشمالي والتي أدت إلى مقتل 6 أشخاص كحصيلة أولية، لذلك لا تزال هذه الغارات توقع عددا من القتلى من أولئك الذين فضلوا البقاء في بلداتهم وعدم المغادرة أو النزوح، خصوصا مع صعوبة حركة النزوح هذه والتي يواجه فيها النازحون بالفعل صعوبات كثيرة. نعم، لعدم وجود مقومات الحياة في مراكز الإيواء أو مراكز النزوح التي يتوجهون إليها. نعم، هنا على البلدات الحدودية يمكن القول بأن المشهد لا يزال هو على حاله، ولكن تختلف المواجهات من منطقة إلى أخرى أو تنسحب من منطقة إلى أخرى. اليوم المشهد هو في بلدة حولة تحديدا، هذه البلدة التي كانت تشهد هذه المواجهات، وبحسب بيانات حزب الله قام بسلسلة من الاستهدافات لتجمعات لجنود إسرائيليين في مواقع مقابلة لبلدة حولة، منها المنارة التي استهدفت لمرتين، مرة بالمسيرة انقضاضية ومرة برشقة صاروخية لتجمعين لجنود إسرائيليين. أيضا كانت هناك قوة مشاة داخل بلدة حولة أيضا تم استهدافها برشقة صاروخية، لذلك لا تزال المواجهات في تلك المناطق. أيضا في كفركلة حيث تم استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في بوابة فاطمة، بوابة فاطمة هي التي تقع على الجدار تماما وهي مقابلة لبلدة كفركلة. أما في بلدة عيترون أيضا فيبدو أن المواجهات مستمرة لا تزال خصوصا مع استمرار استهدافات لعدد من التجمعات لجنود إسرائيليين يحاولون الدخول إلى تلك البلدة عبر موقع أو مستعمرة الملكية التي تم استهدافها لأكثر من مرة. نعم، هذا في الجنوب. نعود إلى بيروت. جوني، المشهد الدخاني أيضا في بيروت، أعمدة الدخان ما تزال متصاعدة من الضاحية الجنوبية لبيروت. إسرائيل قالت إنها استهدفت الحدث وبرج البراجنة في الضاحية، المزيد عن هذه الاستهدافات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية من فضلك جوني.
نعم، الهدوء يخيم على الضاحية الجنوبية بعد سلسلة غارات عنيفة ضربت هذه المناطق التي ذكرتها ليلا بعد تحذيرات باستهدافها. نتحدث عن مثلث برج البراجنة حارة أحريك والحدث التي تم استهدافها يوم أمس بثمانية غارات عنيفة، ولا تزال حتى الآن سحب الدخان تتصاعد من المكان المستهدف تحديدا في منطقة أو في شارع الجاموس. في الحدث كانت أعمدة الدخان بكثافة تتصاعد صباحا، بدأت تخف مع ساعات النهار، لكن الروائح المنبعثة من المكان المستهدف وصلت إلى أماكن خارج العاصمة بيروت وحتى في جبل لبنان، والسكان يشتكون من هذه الروائح المنبعثة. في مقابل هذا الهدوء على الضاحية الجنوبية، رصدنا اليوم حركة لافتة في الطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي، أكثر من طائرة تهبط وتقلع، وفي الوقت نفسه طائرات المساعدات تصل تباعا إلى مطار رفيق الحريري الدولي، من ضمنها الطائرة رقم 14 من ضمن الجسر الجوي الذي تسيره المملكة العربية السعودية للبنان لسد حاجات النازحين. هذا هو الوضع بشكل عام في بيروت. طبعا بالنسبة لمراكز الإيواء، يتوقع أن ترتفع مراكز الإيواء، أن تصبح أكثر من 1000 مركز، باعتبار أن هناك نازحون يفترشون الطرقات إن كان على الكورنيش البحري أو حتى على الشواطئ، ما يعني مع تقدم مع وصول فصل الشتاء قد يتوجهون أكثر إلى مراكز الإيواء. وكما قالت الحكومة اللبنانية يا جوني، هي أسوأ موجة نزوح في تاريخ لبنان الحديث. شكرا جزيلا لكما جوني فخري من بيروت وناهد يوسف من جنوب لبنان على نقل الصورة في الخامسة. صف بعد فاصل في الخامسة. نتنياهو أكد نجاحه، فماذا استهدفت إسرائيل في هجومها على إيران؟ أهلا بكم من جديد إلى الخامسة. قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إنه تحدث مع نظيره الأمريكي لويد أوستن لإطلاعه على آخر التطورات بشأن الضربات في إيران. جالانت أكد أنه ناقش مع أوستن تقييمات نجاح الضربات ضد منشآت تصنيع الصواريخ وأنظمة الصواريخ أرجو والقدرات الجوية الإيرانية، مشيرا إلى أنه ناقش مع نظيره الأمريكي الفرص الاستراتيجية الناتجة عن الإنجازات المحققة في العملية الأخيرة. هذا ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتبار الهجوم الأخير على إيران بأنه أو اعتبر الهجوم بأنه ناجح وقوي ودقيق، مقدما شكره للولايات المتحدة على التنسيق والمساعدة في هذا الهجوم. كما قال، نستمع لما قاله. الهجمة على إيران كانت دقيقة وقوية وحققت كل أهدافها، وأنا أحيي كل القادة والجنود في الجيش الذين شاركوا في العملية، وأريد أن أشكر الولايات المتحدة على التنسيق والمساعدة. تكتم من إيران أم فشل إسرائيلي؟ تساؤل مطروح حول مدى فاعلية الضربة التي تلقتها طهران. الضربة الأولى بحسب نيويورك تايمز وجهت لسوريا والعراق لاستهداف بطاريات الدفاع الجوي والرادارات، لتنطلق بعدها إلى إيران في هجوم استهدف مواقع تصنيع الصواريخ بهدف التقليل من قدرة إيران على إنتاجها. كما طال الهجوم أيضا مواقع الدفاع الصاروخي أرجو في مختلف المواقع الإيرانية كما نشاهد هنا على الخارطة. الدفاعات الجوية الواقعة حول منشآت الطاقة كان لها نصيب أيضا من الضربات الإسرائيلية دون أن يمس الهجوم بالمنشآت نفسها، الأمر الذي قرأه المسؤولون الإيرانيون بأنه رسالة واضحة للقادة في طهران بحسب الصحيفة الأمريكية.
لكن ما هي هذه الرسالة التي أوصلتها إسرائيل لإيران؟ صحيفة وول ستريت جورنال تجيب: القدرة على التحرك في سماء طهران بحرية في أي وقت، والقدرة على استهداف مختلف المنشآت الإيرانية. وبحسب مسؤول إسرائيلي، فإن إيران كانت على علم بالهجوم الإسرائيلي ولم تتمكن من ردعه رغم معرفتها. الساعة الثانية بعد منتصف ليلة السبت، الهجوم الذي خططت له إسرائيل منذ بداية أكتوبر الجاري بدأ. طائرات مقاتلة اتجهت نحو العاصمة الإيرانية طهران محملة بصواريخ هجومية من نوع جو أرض وأخرى اعتراضية، وإلى جانبها طائرات تزويد بالوقود ومسيرات تجسسية. 4 ساعات حتى أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء الضربات. وفقا لهيئة البث الإسرائيلية، 100 طائرة مقاتلة من طراز F-15 و-F-16 و-F-35 شنت سلسلة من الضربات المركزة على عشرات الأهداف الاستراتيجية في عمق الأراضي الإيرانية، بما في ذلك مقاتلات الشبح من طراز F-35 أدير. في الأسابيع الأخيرة أجرى سلاح الجو العديد من التدريبات لهجمات بعيدة المدى بطائرات عديدة مختلفة الطراز، كانت على متنها أنواع مختلفة من الذخائر، بعضها يحمل قنابل وبعضها صواريخ هجومية وأيضا صواريخ اعتراضية لغرض تأمين الطائرات في الجو وإمكانية وقوع معارك جوية. يذكر أن وثائق أمريكية كانت قد سربت خططا إسرائيلية لمهاجمة أهداف إيرانية بنظامين للصواريخ الباليستية يحملان اسمي الأفق الذهبي والصخور، اللذين يضمان نظام صواريخ بلو سبيرو بمدى يصل إلى 2000 كيلومتر. نذهب إلى السباق الرئاسي الأمريكي، دعونا نتابع آخر استطلاعات الرأي في ولاية ميشيغان المتأرجحة. آخر استطلاعات هناك أظهرت تعادل المرشح الجمهوري دونالد ترامب مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، حيث حصل المرشحان على 47.9% من الأصوات، فيما أظهرت الاستطلاعات في ولاية ويسكونسن المتأرجحة أيضا تقدم ترامب على هاريس بفارق ضئيل بلغ 0.4 نقطة مئوية وفقا لأحدث استطلاع لديسيجن ديسك اتش كيو. وبالحديث عن ميشيغان، حصل المرشح الجمهوري دونالد ترامب على تأييد غير مسبوق من المجتمع الإسلامي والعربي في هذه الولاية المتأرجحة، ما يعد وفق محللين ضربة للديمقراطيين لأنها تعتبر جزءا مهما من الجدار الأزرق، إذ تعد مع بنسلفانيا وويسكونسن أفضل فرصة لمرشحتهم كامالا هاريس لرفع حظوظها بالفوز في الانتخابات الرئاسية. لم تمنع الأحوال الجوية السيئة ناخبي ميشيغان من انتظار مرشحهم الجمهوري حتى يصل لإلقاء كلمة أمامهم. I'm sure the people wouldn't mind. I said, "Are you crazy? I'm not canceled. There's no way." الولاية التي اعتاد الديمقراطيون الفوز بها، ها هو ترامب يحصل على تأييد غير مسبوق فيها. ولاية ميشيغان المتأرجحة التي تضم شريحة واسعة من المسلمين والعرب تشكل ضربة للديمقراطيين وفق محللين، لاعتبارها جزءا من الجدار الأزرق وفرصة لرفع حظوظ هاريس الانتخابية. I believe personally that God. أعتقد شخصياً أن الله أنقذ حياته لسبب ما، وهو إنقاذ لحياة الآخرين أيضاً. نحن كمسلمين نقف مع الرئيس ترامب لأنه يعد بالسلام، يعد بالسلام لا الحرب. المسلمون العرب في ولاية ميشيغان يحملون الإدارة الأمريكية الحالية مسؤولية استمرار الحرب في الشرق الأوسط، ويعتقدون أن ترامب هو الوحيد القادر على وقف الحرب وليس مجرد إدارتها.
فرصة اغتنمها ترامب على الفور بعقد تجمع انتخابي في الولايات المتأرجحة، منتقداً هاريس وموجهاً لها اتهامات بكره المسلمين وسعيها لقيادة حملة ضدهم. كما لا تخوض حملة ضد المسلمين وتريد غزو كل دولة إسلامية تقريبا على هذا الكوكب، المسلمون في بلادنا يرون ويعرفون ذلك. كان والدها مسؤولا عن حرب في الشرق الأوسط وقتل الملايين من العرب. تعد ولاية ميشيغان واحدة من 7 ولايات تنافسية ستقرر مصير الانتخابات. يبلغ عدد الناخبين المسجلين فيها حوالي 8.4 مليون شخص، وتملك 15 صوتاً في المجمع الانتخابي من أصل 270 صوتاً مطلوباً لتحديد سيد البيت الأبيض خلال 4 سنوات قادمة. نتابع مع مراسلتنا في واشنطن العاصمة ريتا سليمان. ريتا، مرحباً بك معنا. هذا عن ميشيغان ومراهنة ترامب على استمالة أصوات المسلمين والعرب فيها. هل هناك أي استطلاعات جديدة تبين إذا كان سينجح في هذا المسعى أم لا من خلال مخاطبة ود المسلمين هناك في ميشيغان المتأرجحة؟ يعني مما لا شك فيه أن عطلة نهاية الأسبوع هذه حملت خبرين سيئين لحملة الديمقراطيين ولكامالا هاريس شخصيا. كامالا هاريس التي ركزت في عطلة نهاية الأسبوع هذه إن كان السبت أو حتى يوم الجمعة بالذهاب إلى ميشيغان وإجراء العديد من المقابلات مع أهالي ميشيغان في عدة مناطق وعدة مقاطعات، لم تتوقع أن تخسر الصوت العربي والصوت المسلم في ميشيغان بهذه الطريقة. نعم. مع إعلان عدد منهم تأييدهم لترامب، في كل خطاباتها التي تابعناها لكامالا هاريس كانت تركز وتحث أهالي ميشيغان إلى عدم انتخاب جيل ستاين المرشحة الثالثة عن حزب الخضر، والتي كانت المؤشرات واستطلاعات الرأي تقول بأن العديد من العرب سيصوتون لها بدل من كامالا هاريس بسبب أنهم غاضبون من قرارات الإدارة الأمريكية فيما خص حرب غزة وحرب لبنان. نعم، هذا عن ميشيغان، ولكن لم تتوقع كامالا هاريس أن يكون التأييد مباشرة لترامب. نعم، وهذا فعلا يعني علامة فارقة أن يكون هناك تأييد من بنسلفانيا لكامالا هاريس. نعم، أيضا على ذكر بنسلفانيا يا ريتا، أريد أن أسألك عن الولايات المتأرجحة. 7 ولايات متأرجحة هي التي يحصل فيها التنافس الأكبر، لأن هناك ولاية الباقي الولايات الأمريكية هي محسومة يا إما للجمهوريين والديمقراطيين، فالمرشحان لا يبذلان جهدا كبيرا في 7 ولايات المتأرجحة. ما وضع المرشحين كامالا هاريس ودونالد ترامب الآن؟ هناك تقدم طفيف لدونالد ترامب بما مجموعه 0.2 أو 3 نقاط مئوية عن كامالا هاريس. أرقام متقاربة جدا بين ترامب وهاريس، ولكن دعني أقول لك بأن بنسلفانيا هي حاسمة. من يربح، صحيح، من يربح بنسلفانيا هو من سيربح الانتخابات الأمريكية. كامالا هاريس بحاجة لربح ولايات الجدار الزرق من بنسلفانيا، ميشيغان وويسكونسن، وأيضا ترامب يحتاج أن يربح في بنسلفانيا لأنه يحتاج أن يربح في نورث كارولينا وجورجيا وبنسلفانيا. بنسلفانيا لديها 19 صوت انتخابي في المجمع الانتخابي، أي أنها الجائزة الأكبر بالنسبة للمرشحين في هذه المرحلة. وأيضا كان هناك أيضا خبر سيء لكامالا هاريس من بنسلفانيا. التصويت المبكر أظهر بأنه عدد كبير من الجالية اليهودية التي كانت تعول عليها كامالا هاريس تميل قليلا إلى ترامب، حوالي 46% مقابل 45% بين المرشحين. هذه الجالية كانت تعول كامالا هاريس عليها، وتعول على أنه جوش شابيرو الذي كان من المرشحين لأن يكون نائبها بأن يسيطر عليها، ولكن يبدو أنها تخسر. مثلا ريبوبليك جويش كوليشن يدفع حوالي أكثر من 15 مليون دولار على الإعلانات ضد كامالا هاريس، لأنهم باعتقادهم لم تستطع أو غير أنها غير ملتزمة بأمن إسرائيل في هذه المرحلة، ما يعني أخبار سيئة جدا لحملة كامالا هاريس. شكرا جزيلا ريتا سليمان مباشرة من واشنطن العاصمة.
المجنسون الجدد فئة متنامية قد يكون لها الدور الأكبر في تشكيل نتائج الانتخابات الأمريكية القادمة. وبحسب الشراكة الوطنية للأمريكيين الجدد، فإن نحو 3.5 مليون شخص نالوا الجنسية الأمريكية منذ انتخابات 2020، مشيرة إلى وجود 9 ملايين شخص مؤهلون للحصول على الجنسية الأمريكية، 52% منهم من ذوي الدخل المنخفض. المديرة التنفيذية للشراكة الوطنية للأمريكيين الجدد نيكولا ميلاكو أكدت على أن الناخبين الأمريكيين الجدد يهتمون بذات المواضيع التي يهتم بها الناخبون المولودون في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذا العام أشارت ميلاكو إلى أن تصويت هذه الكتلة سيكون له التأثير الحاسم بالانتخابات. لكن من أين جاءت هذه الفئة المتنامية؟ وما هي أولوياتها؟ المكسيك كان لها النصيب الأكبر من حيث الدول التي حصل مواطنوها على الجنسية الأمريكية. أعمار هذه الفئة مشاهدين تراوحت ما بين 30 و44 عاما بمتوسط عمر 41 عاما. القضايا المتعلقة بالاقتصاد جاءت بالمرتبة الأولى من حيث الأهمية لدى هذه الفئة، ثم قضية الهجرة، بينما توزعوا في 3 ولايات بحسب Voice of America. جورجيا تحمل النسبة الأكبر بواقع 600 ألف شخص، وتأتي بعدها ولاية أريزونا بالمرتبة الثانية، إذ يتواجد فيها نحو 465 ألف آخرين من فئة المجنسين الجدد. وولاية ميشيغان جاءت بالمرتبة الأخيرة، إذ يتواجد فيها نحو 400 ألف آخرين وفق التقرير الأمريكي. معنا من واشنطن الخبير في الشأن الأمريكي إريك هام. سيد إريك، أهلا بكم معنا. هل تعمدت الإدارة الديمقراطية تجنيس هذا العدد الكبير منذ 2020 حتى يكون هناك تصويت للديمقراطيين في الولايات المتأرجحة خاصة؟ That's actually an absurd notion. هذا مفهوم منافي للعقل بكل صراحة، لا يجب حتى نتحدث عنه، لأننا كما نعرف أن الرئيس الأسبق دفع بنظرية المؤامرة هذه منذ فترة، ولمح إلى أن نظام الانتخابات قد اخترق. وبعدما شاهدناه بعد انتخابات 2020 وسلسلة من التحديات القانونية وكذلك التحقيقات وإعادة الإحصاء يدويا أو آليا، بأن الانتخابات كانت الأأمن في تاريخ أمريكا. علاوة على ذلك، وإذا ما نظرنا إلى ولاية جورجيا مثلا والتي يديرها الجمهوريون، فكان هنالك تدقيق في تلك الولاية وأظهر من أنهم بين 8.2 مليون ناخب في الولاية بأكملها، كان هنالك 20 شخصا وجد أنهم سجلوا كناخبين، ومن بينهم 11 منهم لم يصوت في انتخابات سابقة، والتسعة منهم فعل. كما نعرف أن هؤلاء التسعة الذين صوتوا إلى جانب 11 آخرين أزيحوا من الحسابات ويجان هنا إمكانية المحاكمة. ولكن أي من هؤلاء الناخبين غير أو أثر على انتخابات؟ ففكرة أننا نرى الأشخاص يعبرون الحدود ويستغلون من قبل حزب سياسي أو مرشح عن حزب معين لكي يستغلهم في الانتخابات، فهذا ليس له قيمة. نعم، طيب، ولكن هذه الفئة يتم الاهتمام بها بشكل كبير جدا، هل تعتقد أنه كلا المرشحين يستطيعان استمالة أصوات المجنسين الجدد إريك؟ في خاصة في الولايات المتأرجحة؟ لكي نكون واضحين، هنالك جنسية وهنالك عدم الحصول على جنسية. بعد الجنسية تسمح للشخص المشاركة في كافة الفرص التي توفرها بلادنا، هذه هي الجنسية أو المواطنة. فإذا كانوا يصوتون لشخص أو آخر فهذا حقهم كمواطنين، وهذا هو الحال في الديمقراطية، لكل شخص له الحق في التعبير عن رأيه في الانتخابات. وفي بعض المناطق حتى غير المتجنسين يحق لهم التصويت، ولكن ليس على الصعيد الرئاسي في هذه البلاد، ولكن بعض الولايات يسمح لهم للتصويت في الانتخابات المحلية في ولايات حتى مثل جورجيا.
شكرا جزيلا لك إريك هام الخبير في الشأن الأمريكي، كنت معنا مباشرة من واشنطن العاصمة، شكرا جزيلا على انضمامك إلينا. Thank you. الخامسة مستمرة وفيها بعد فاصل. الجنود الروس منزعجون من وصول جنود من كوريا الشمالية إلى الجبهة في أوكرانيا. أهلا بكم من جديد. أفاد مصدر مطلع لوكالة رويترز بأن مدير المخابرات المركزية الأمريكية ورئيس الموساد الإسرائيلي ورئيس الوزراء القطري يعقدون محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن في غزة. هذه المشاورات تجري في الدوحة اليوم، مضيفا أن المفاوضات ستركز على وقف إطلاق النار في غزة لأقل من شهر وتبادل بعض الرهائن مع أسرى فلسطينيين، وذلك بهدف التوصل إلى اتفاق قصير الأجل من شأنه أن يؤدي إلى اتفاق أكثر استدامة. استعرض وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي المساعي المصرية القطرية الأمريكية لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والأسرى، وذلك خلال مكالمات هاتفية مع نظيره الفلسطيني محمد مصطفى. كما تطرق عبد العاطي في حديثه إلى الأوضاع التي تشهدها الضفة الغربية وأدان الهجمات الإسرائيلية على مدنها ومخيماتها. أفرج الجيش الإسرائيلي عن بعض المعتقلين الذين أسرهم خلال اقتحامه مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة. طلعنا من الشمال ووقفت الخدمة تماما، لا أطفاء لا أسعاف لكل، يعني إحنا والخدمات الطبية تركنا السيارات، يعني كل الإصابات الشهداء الإصابات بتنزل بتموت، ما فيش أي وسيلة ولا أي خدمات إنسانية ولا أي إسعاف ولا أي حاجة. حصرنا داخل هذا المشفى أكثر من 21 يوم، تم استهداف كثير من المدنيين في الشوارع في الطرقات، استهدفوا المدنيين في المنازل حتى المجاورة للمشفى، طبعا تحاصر المشفى بشكل عنيف جدا. نبقى في غزة وإنسانيا الآن، وسط مخاوف من مجاعة وشيكة في غزة والصراع المستمر على رغيف الخبز، تحاول منظمات خيرية سد رمق السكان مع نزوح الآلاف من شمال غزة خلال الأسابيع الماضية. استهدف الجيش السوداني مواقع يسيطر عليها الدعم السريع بحي الجريف غرب الخرطوم باستخدام المدفعية الثقيلة، ما أدى لتكاثف أعمدة الدخان في كل من المكان المستهدف، وكذا مواقع محيطة بالسوق المركزي جنوبي الخرطوم حيث يتواجد عناصر الدعم السريع. هذا وكان الدعم السريع قد استخدم المدفعية الثقيلة بصورة متقطعة طوال الساعات الماضية باتجاه محيط قيادة الجيش وسط العاصمة إلى جانب منطقة المجرن ومحيط سلاح المدرعات. قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عبر حسابه على إكس، قال إن الصور المروعة القادمة من ولاية الجزيرة السودانية مثيرة للقلق، وأشار إلى أنه تم الإبلاغ بأن قوات الدعم السريع ارتكبت المزيد من عمليات القتل الجماعي والاغتصاب. وعليه شدد بوريل في بيانه على أنه يجب أن تتوقف المجازر ضد المدنيين، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل حتى يتمكن من تحقيق العدالة في السودان. نتحدث منذ أيام عن التقارب الروسي الكوري الشمالي، هذا التقارب لا يقلق الدول الغربية فحسب، لكنه يقلق أيضا الجنود الروس الذين يجدون أنفسهم في نفس الخندق مع جنود مختلفين جدا. المزيد مع نور الحصني.
بين الحاجة إليهم والحساسية من وجودهم، تبدو علاقة الجنود الروس ونظرائهم الكوريين الشماليين متشابكة وصعبة، أو على الأقل هكذا تنظر إليها الجهة المعادية أوكرانيا. مخاوف الجنود الروس تتزايد بشأن حلفائهم القادمين من بيونغ يانغ، هذا ما سربته الاستخبارات الأوكرانية التي نقلت أن الروس تحدثوا بازدراء واستخفاف عن شركائهم الكوريين. واقع أم دعاية؟ من الصعب الحسم، لكن مراقبين تحدثوا عن صعوبة التواصل بين جنود لا يملكون أي لغة مشتركة، فيما تقول المخابرات الأوكرانية إن الجنود الروس يخافون من تزويد الكوريين بالسلاح والذخيرة، فضلا عن صعوبة التواصل مع جنود أغراب تماما. مشكلة أخرى تحدث عنها الأوكرانيون، وهي ضرورة وجود مترجم لكل 30 جنديا كوريا، وهؤلاء غير متوفرين ربما. لكن رغم التسريبات الأوكرانية، يمكن للجنود ورغم الصعوبات أن يعتمدوا على صلابة التحالف الجديد بين زعيميهما فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون. الخبر الأخير في الخامسة في جديد الأزمة بين بكين وتايبي، تعهدت الحكومة الصينية باتخاذ إجراءات مضادة للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها على صفقة أسلحة ضخمة أبرمتها الولايات المتحدة مع تايوان. تفاصيل أكثر مع وسام الذهبي. صفقة أسلحة ضخمة بين واشنطن وتايبي تصب الزيت على نار الأزمة الصينية التايوانية، صفقة أثارت حفيظة بكين التي أعلنت عن اتخاذ إجراءات مضادة للدفاع عن سيادتها. التحرك الصيني جاء رسميا بتقديم احتجاج لدى الولايات المتحدة، بينما ترى واشنطن أن اتفاقياتها العسكرية مع تايبي تلزمها بمواصلة دعمها عسكريا. الصفقة الأمريكية الأخيرة لم تكن الأولى من نوعها، فهي 17 في عهد بايدن، لكن قيمتها الضخمة أزعجت بكين، فقيمة الصفقة بلغت ملياري دولار، وتتضمن حزمة أسلحة من بينها 3 أنظمة صواريخ أرض جو المتقدمة ناسامز وأسلحة أخرى. ويعد نظام ناسامز من الأنظمة الدفاعية المتقدمة، حيث تم اختباره في أوكرانيا لأول مرة أثبت فعاليته، تقول وزارة الدفاع الأمريكية. هذه المعدات ستؤخذ مباشرة من مخزونات القوات الجوية الأمريكية، وبالتالي فإن تسليمها قد يتم قريبا بعد موافقة الكونغرس. بهذا تنتهي الخامسة، شكرا لكم على كرم المتابعة، نعود ونلتقي الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.